عمل للشباب. انت عارفه المخلفات الزراعيه على مستوى مصر كتيره، يعني تقريبا 35 مليون طن مخلفات زراعيه، سواء قش رز او قصب او حطب ذره او حطب قطن او الحاجات دي. احنا فتحنا فرص عمل للشباب السنه اللي فاتت مع الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي عملنا بروتوكول تعاون، وان الشباب اللي هي عايزه تتملك معدات تقدر انها بتتوجه للصندوق الاجتماعي وبتاخد منه قرض، وبتقدر انها تشتري هذه المعدات وتشتغل في المعدات دي في موسم قش الرز، والمعدات بعد موسم قش الرز تشتغل في جميع المخلفات الزراعيه. ما عملنا الكلام ده، وبقينا ندي لكل شاب 30 جنيه على 35 جنيه على الطن. ال 35 جنيه على الطن دول بيتخصموا، لا ال 50 جنيه ده مع وزاره الزراعه، مع الصندوق الاجتماعي بيتخصموا من القرض بتاعه اللي واخده. يعني مثلا لما 1000 طن قش رز يتضربوا في ال 35، يبقى هو ليه مبلغ كذا، انا اروح اسدده له عند الصندوق الاجتماعي، ينزل من المخصصات بتاعي ثمن القرض. وسيد الرئيس السنه اللي فاتت كان في قرض ده ميسر عليه فايده 4%، شالوه من الفايده ال 4%. القرض ده عشان يجيب بيه معدات؟ يجيب بيه معدات ويتملكها، وبعد ما يخلص موسم قش الرز يشتغل في كل سنه في المحصولات الزراعيه المخلفات الزراعيه الاخرى. طب انا في نقطه مهمه كمان في الجزئيه دي عشان تكمليها. طيب هو هيجمع قش الرز هيعمل بيه ايه؟ قلت له قش الرز ده بتاعك انت، بعد كده انت تبيعه ب 200 جنيه ب 300 جنيه للطن، المكسب بتاعه انت هتاخده. طب هو هيسوقه ازاي؟ عملنا بروتوكول تعاون مع شركات الاسمنت، شركه من شركات الاسمنت شركه بافارج، وفي عند شركه اراسكوم بتاع كده، انها تاخد منهم قش الرز ده وتستخدمه كبديل للطاقه وتديه ثمنه، يبقى ثمنه لايه؟ للشاب مش لوزارتي. يبقى انا عشان اضمن له انه يسوق، بدل ما يجي يقول لي طب انا اجمعه واحطه واشوديه فين؟ وهو عايز دخل ليه عشان يسدد، واخده بالك؟ غير اللي انا بديهوله الحافز اللي بديهوله. يبقى مصانع الاسمنت تاخده منه وتديله ثمنه وتاخده هي تحرقه. يبقى انا قفلت له الدايره بايه؟ انت هتشتري وهتسدد وهساعدك في التسديد، وشلت لك الفوائد اللي على القرض بتاعك وضمنت لك التسويق بتاعك ده، وشغلت شباب، فبالتالي يبقى موجود. المعدات الجديده، المعدات الجديده في ناس مش عايزه تدخل انها تخاف من القرض، مش عايزه تشتري. طب انا المعدات اللي انا اشتريتها قلت لهم يا جماعه ممكن تاجروها، محلول يعني اللي مش عايز يشتري ادي فيه للايجار، متاح للايجار. اللي عايز ياجر ما عندكم معدات موجوده، اللي عايز عشان هي حاجه بتبقى موسميه كمان بالظبط. فاللي عايز مش عايز خايف ان هو يشتري، لا انت عندك الايجار واجر ويشتغل.